ليش لا بقى؟ ليش لا؟ معلق. النتائج حتوصل بأي لحظة والدكتور مفقود ونحن رح نخسر المريضة، شو لازم نعمل؟ ما فينا نعمل شي هلأ، رح نستنى ليفرجى الله. تعالوا بسرعة. شوفي اطلب الدكتور، وقف قلب المريض. جهزوا جهاز الصدمات، يلا بسرعة. جاهز كمان. لنفرض تركنا الدكتور يروح وتركنا نحن أسلحتنا مثل ما طلبته، أبي رح يعيش يا ترى؟ إذا وعدتك بهذا الشيء بكون عم كذب عليك. لك أنا من جديد رجع لي أبي، إله سنين كان محبوس وما رح أسمح لحدا ياخده مني هلأ. أنا ما شفته لأبي، ما عرفت أبي، عم تفهمني؟ ما بعرف شكله منيح، أبي تركني على باب الملجأ ومشي، معناتها أنا لازم أعترض؟ بس أبي أغلى من أي شيء عندي بالدنيا كلها. ولك حميد ربك على الأيام اللي عشتها مع أبوك، ما حدا بيعيش يوم زيادة عن اللي كتب له يا رب العالمين. لك أنا شو المستشفيات؟ هدول الدكاترة أنا شو؟ اسمع مني وترك سلاحك، تركه وروح لعند أبوك، ما تكون عصبي هيك، كون جنبه بمحبتك. أبي توفى. لك أبي توفى. لك أبي توفى. أوعك لا تعملها. مستحيل يكون توفى. كل الحق عليك دكتور، لك أنت اللي قتلت أبي. بترجاك لا تعمل شي تندم عليه. لا تعملها. لا. اهدوا، نزل سلاحك، نزلوا سلاحكم، نحن ما بدنا نأذيكم. يلا ولك، نحن ما بدنا حدا منكم ينازع، عم تفهموا؟ سلموا حالكم وخلونا نخلص. يلا دكتور، دكتور انت منيح؟ لك انت شو عم تعمل؟ ترك سلاح، المسحة زادت عن حدها. مسحة شو هي؟ مسحة شو؟ انت الملازم اول صالح؟ انا عم اسمعك. ممتاز، انت عم تسمعني بهالوقت ها؟ بس ما تذكرتني مو هيك؟ بسنة الـ2000 بمهمة الشرق. صدقني السنين بتغيرنا كلنا. مثلا انت بتحب الحكي وبتتفهمن كتير مو هيك؟ بس ما رح تتخطاني، انا هكان صحات، انا زلمة عمليات. صدقني بعرف هالشي. طيب ليش اللي مثلك هن اللي بياخدوا الرتب وبس؟ انا كنت رح اترفع بوقتها ولا؟ بس طبعا انت علاقتك بالكبار منيحة ولسانك بيشتغل منيح، يصير الترفيع لك ونحنا عالتعتير، مو صح حكي؟ اسمعني،
إذا شفت مني أي غلط أنا بعتذر عليه، بس أنا كمان مثلك عم اشتغل شغلي وبس. تركني رح تندم لك، تركني. عيب هيك يا مديري، انت بالتهديد عم تنرفزني وهالشي ما له لصالحك. هاكان حط حد لهي اللعبة بقى، انت وهلأ رهينتي إلي، والمفاوضات رح أعملها بهالمكان مع الفهمان كتير الملازم أول صالح. دكتور، دكتور سيبه، لازم ننقذ الدكتور، حياة أليف بإيده. دكتور رح نخسر المريضة. تعي لهون، لك بعد عني، تركني ولك. ليش انتو قدرتوا تنقذوا الاغا تبعنا؟ لك انتو شو عم تعملوا؟ بعد عنا ولك. انا ما دخلني باي شيء. افتحوا الطريق احسن لك، عمل لك تركة. رأسي. اختي، اختي إلي. إيجي. اختي. إيجي. تعي لهون. اختي إلي. إيجي. لا تقربوا ولك، لا تقربوا، كلكم ارجعوا لورا. اجانا مات واخونا متصاوب، اذا حدا قرب بقتلها. اخي عاكف اصحك تفكر تعمل اي شيء، اذا بدي بلحظه بوصك بنص راسك، فهمان؟ دخيلكم اعملوا اي شيء ولا مريضه رح تموت. اسمعوني، نحن ما بدنا اي مشاكل هون، رح اقولها لاخر مره وما رح ارجع عيدها. سلموا حالكم وخلصونا بقى. اسمعوني شباب، كل مين يحدد هدفه هلأ رح نقوصهم بنفس اللحظة. كل ثانية بتمرق أبداً معنا من صالحنا. أنا ما وقعت بهيك موقف بحياتي، رح زن قدامنا في مريضة وما فينا نعمل لها أي شيء. دكتور تقريباً ما عاد حسيت بنبضة. يا رب احمي هالمريضة ورعاها. ماسك الطبيب عندي. يا الباب الأمامي. يلي ماسك البنت عندي. الباب الخلفي عندي. أبو الجاكيت البني عندي. لما أقول ثلاثة أوصوا. اتركوني. واحد، اثنين، جاي لك إليف. اتركوني وروح مشان الله. لك عدي عالي، لك اخرسوا لك خرسي. ثلاثة. على الأرض، على الأرض، على الأرض. كله على الأرض. يلا شباب تصرفوا. يلا بس اتحرك. بدوها من هون. يلا ولك. دكتور انت بتعرف منيح الوضع، انت متصاوب بايدك. انا بعرف وين متصاوب، بايدي. دكتور بس مالي حاسس فيها. دكتور بترجاك استحمل، لازم تدخل لجوا، لازم تكمل العمليه. وانا هيك وضعي مستحيل. المريضة شو وضعها؟ منيحة ما هيك؟ اتصلوا من تحت، طلع الورم سليم وما فيه شيء. ماشي، بس لازم ناخد القرار وننهي العملية فورا. ما بقدر كمل العملية وهيك حالتي، انت لازم تخلصها. انا ما فيني يا دكتور، انا ما فيني اشتغل تحت هيك ضغط. دكتور شو رح نعمل؟ قل لي شو رح نساوي؟ بأقصى سرعة جيبوا جراح شاطر لهون فورا. نحن لازم نطلع من هون، هيك عم نخطر بحياة المريضة.
تفضلوا. الحمد لله على السلامة. شكرا لكم. أخذنا الرجال اللي بالعناية، كل شيء نظيف هلا. يعطيكم العافية. أنت ما تاكلها ما يشي. الكر، شو عم تعمل؟ لازم اتصرف، ما فيني وقف واتفرج، ما فيني شوف إليف وضلني عم اتفرج. بمين عم تتصل؟ بأحسن جراح دماغ بعرفه. مين معي؟ شو نعمل؟ نحن لازم نخبر المركز فوراً، لازم نطلب دعم منهم. نعم إيلكار. إيلكار هذا أنت؟ إيه أنا. بتجي فوراً، لا تسأل. تعال مشفى الحياة تبع كبتاش. بسرعة قلي شو الموضوع، يلا بسرعة. قلت لك فوراً. طيب تمام تمام تمام، أنا ماني بعيد، جاي بسرعة. أنت لا تقلق عاكف، بس ضبط بالوضع، الدكتور شوي وبيكون هون. ممتاز ممتاز. لك انت بس اسمعني شوي، اهدى وروق هاكان. بينتك ما فهمت الدرس، شو هن الكلمتين الممنوعتين؟ اهدى وروق. اذا قلت وحدي بتذكر الشخص الثاني انه هو معصب ومتضايق. الحق علي مزبوط، انت احسن مني بكتير. إذا بتحط حد لهي اللعبة رح يطلع منك مفاوض كتير منيح صدقني. بحاجة كلام فاضي، السنين بستنى هالترفيع واللي مثلك عم بيتقدموا على طول، أما أنا بضلني وراكم مو مظبوط؟ لك ما في لزوم تنهي المستقبل كرمال سوء تفاهم صار بالماضي. اسمعني صالح، أنت لازم تثبت أنك تستاهل رتبتك، يعني إذا كنت منيح اقنعني. يلا ولعك. هكان كرمال الله بيكفي لعب. أنت لا تتدخل لا تتدخل. بدك تلهيني بالحكي حتى تشتت انتباهي؟ ايه ما بتمشي علي، ما بتمشي. يا جماعة فينا بهالوقت نفضي الغرفة لو سمحتوا؟ ليش؟ ليش؟ كرمال ما يشوفوا فشلك يا صالح؟ لا، بس أنا إذا سمحت لهم أنهم يطلعوا رح يخبروا الإعلام فورا، وبهي الطريقة شو ما كان اللي بدك توصل له بكون قدمت لك يا بكل سهولة. عفارم يا ولد، شوف انت هلا بلشت تفهم علي. تمام اطلعوا لبرا. ما ضل الا وقت قليل، المريضة رح تصحى بعد شوي ولازم نعمل شي فوراً. إلكر ليش تأخر هالدكتور؟ عالطريق، استنى شوي. كيف بدي استنى؟ كنا رح نجبناه بالطيارة فوراً. لك لا تبالغ، قلت لك جاي. ولك إليف جوا عم تنازع الموت، ما عاد عندي صبر اتحمل أكتر من هيك. احكي معه، وين ما كان منروح ومنجيبه بسرعة. من دقيقتين حكيت معه وقال لي إنه شوي وبيكون هون. معناتها منروح منجيبه بالإسعاف ليكون علقان بالزحمة. شو صار معه؟ وينه لهلا؟ أخي وينه هالزلمة؟ قلي يا إلكر، كل ثانية مهمة بالنسبة لإليف. هاي الدكتور. أخيرا وصلت دكتور، كنت خايف إنك ما تجي. بعرفك الدكتور حسن. طيب انت ليش طلبتني هيك بهالسرعة؟ ما في حدا هون بيقدر يتصرف؟ إليف مهمة بالنسبة إلنا، وحاليا ما في جراح دماغ، وما فيني أوثق بحدا غيرك. رح بلش فورا فورا. بلش فورا. وين الصحافي ولا؟ وين الكاميرات؟ ما حدا إجا؟ ليش عم تكذب علي ولك؟ ايه لا تخليني بلش بالمفاوضات وما بعرف شو. اجينا نحن وانت على نفس الدورة، ونحن الاثنين شرطة وما في بيناتنا اسرار. انا ما رح اقعد جاملك. لا تعصبني، بلش مفاوضات. تركني هلأ من المفاوضات، انا بدي اقول لك شي تاني فاسمعني. اذا مفكر حالك انك عم تعمل شي منيح
لك كان لي ليش حاطط الرتبة براسك؟ أنا ما عم أفهم. لك بدي شوية احترام، احترام. قلي لشوف أبوك كان معلم ولا عسكري هاكان؟ كان معلم. وشو بدك بهالأسئلة؟ قاسي وملتزم، هو كان يحب الالتزام. مزبوط. حاولت كتير وعملت اللي بيطلع بإيدك، بس أنت رغم هيك ما قدرت تكسب رضا أبوك. يلي عملته ما كان كافي أبداً لأبوك، مو هيك؟ علاماتي كانوا كلهم كاملين، كنت أشتغل وروح على المدرسة كمان. بس إذا بدك رأيه لأبي كان بده ياني يكون مدير. شو بتعمل يعني؟ أبوك على طول تمنى منك الأكتر، مو هيك؟ لأنه هو معلم ملتزم ومنضبط، شغلته كانت أنه يوجه طلابه دايماً للأفضل والأحسن، وعمل نفس الشيء معك أنت. أنا عملت اللي قدرت عليه، بس ما قدرت أرضي أبداً. وحتى لو أخذت الرتبة اللي كنت مستحقها، بابا كمان كان ما رح يعجبه الشيء اللي عملته. بدك روح، وقف عندك، بدك روح وخد أبوك رهينة يا هاكان. أنت مشكلتك مع أبوك مو معه، لكن من الضعف اللي بتوقف فيه قدام أبوك نسيت أنه تحترم حالك، وصرت تخدع حالك بأعذار ما إلها أي فايدة. الورم كتير منتشر، إن شاء الله رح نستأصله بالكامل قبل ما تنصاب بالنزيف. مبين صعب كمان، ما قدرنا نستأصل الورم بالكامل، ضل جزء منه، وإذا بقي جوا ممكن تنصاب بالشلل. النزيف لساته مستمر. إيه شايفه، رح أدخله من الصدغ. إذا ما تحكمنا بالنزيف ممكن نخسر المريضة. الجزء الأخير لازم نستأصله. عم ينخفض الضغط وانخفض النبض، نحن لازم نوقف النزيف فوراً. إن شاء الله نستأصل الباقي. مسيك هون اسحاب 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 اسحاب. ليكو دكتور، هلا اكيد النزيف وقف. اي نعم، النبض عم يستقر والضغط عم يرتفع دكتور. منيح هيك، نجحنا، استأصلنا الكتله بالكامل. اول ساعات مهمه، واذا ما صار نزيف ما في مشاكل. تمام، هذا المطلوب. ما طلع عنا أي مشاكل دكتور. شكراً، الله يعطيكم العافية. صار فينا نبشر الناطرين برا. إلكار، أنت كل يوم عم تفاجئني. الحقيقة ما كنت بعرف إنه عندك صديق بهالأهمية. هو صديق للعيلة. هو هلأ يعني حسن بيك اسم الدكتور حسن، مو؟ برأيك إنه الدكتور حسن بيخلص العملية؟ بيقدر يعملها؟ بيقدر، لا تقلق، هو منيح كتير. أخي عاكف. ليلي إيشة، أنا خايفة كتير يا عاكف. أنت رح تطلع إلي؟ ارتاحي أنت، إليف بين أياتي أمينة. شش، أنت شو في؟ شو أنت رجعت تحكي معي يعني؟ يعني نحن تصالحنا؟ ولك أنت أخي ولا؟ بعد أنا شايفك، أنت عيونك على البنت. إيه بس يعني هي حلوة مو؟ صدقني مثل القمر.
أخ منك. شو في شباب؟ يا كارلوس شو بهذا معصب هيك؟ لا تذكرني أخي، نشف رأسه بده يجوزني وأنا مرضيت لهيك قلب خلقته فيني مثل ما أنك شايف. الله يصطفل فيك وفي شو هالحكي هاد؟ ها طمنينا. العملية انتهت على خير ومريضتنا منيحة، الدكتور رح يطلع بعد شوي، طلب مني إني أخبركن. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله. الحمد لله يا ربي. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. شكراً إلكار. الحمد لله على سلامتها. وشكر خاص لإلك. شكراً إلك، هذا واجبي. ولك تعال. السلام لروحه الطاهرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو عم يدعي مشركي مكة حطوا قدامه كل أنواع المال والرتب الموجودة عندهم. بعرف، أنا ماني جاهل حتى ما أعرف الحكي اللي حكيته عن سيدنا محمد. شفت شلون هاكان؟ طيب لما المشركين عرضوا عليه كل هي الرتب شو قال سيدنا محمد؟ إذا حطيتوا الشمس بكفي هاد والأمر بالكف الثاني وكنت متأكد أني رح موت على العقيدة ما رح أتردد نهائيا. صحيح هيك قال. معناها الطريق اللي نحن ماشيين عليه هو المهم، مو المصاري والرتب أبدا. على فرض أني تخليت عن رتبة الملازم تبعي شو بيصير؟ بيصير أقل رتبة، بس بيوم الحساب ما حدا بيتحاسب على الرتب أو المناصب. مو هذا هو الشيء المهم يوم الحساب صدقني. بس أنا طول الوقت كنت منسي يا أخي. بس الله ما بينسى عبده يا هاكان. خزائن الكون وموازينه كلها عنده سبحانه. المكافأة عنده، بما أنك هلأ بتقدر تتراجع عن فكرة الرتب والمراكز الدنيوية اللي ما لها أي قيمة يا أخي هاكان، تراجع وتوب لربك. حضرة المنير، انت مالك سيء ابدا. شوف شو عمل فيني، والله خلاني ابكي. ايه والله تبهدلت. شوف شو صار فيك وانت عم تطبق عملي. والله دخل علي من مكان غريب وحساس كتير. بالاول قلت ما حيمشي الحال، بس بعدين حلال عليك والله. يعني صالح تمام هلا، مو هيك سيدي؟ برأيي تمام. تفضلوا يا شباب. والشباب كانوا عم يتفرجوا عليك كمان. انت وضعك كان حساس كتير يا صالح، بس انت هلا نجحت بجدارة، مبروك عليك. لا تاخذني يا صالح بيك. بالنسبة لعنصر عمليات خاصة مثلك ولا أقدر نفذ العملية اللي طلبوها مني، انجبرت بعديك شوي بالحكي. حقك علي يا أخي. لك الله يسامحكم كلكم يا أخي، والله أنتم فاجأتوني كتير بهالدرس. حلال عليكم. روحي أنت عمري، ليكني جنبك ورح تتحسني إن شاء الله. رح ننقل على غرفتها بالأول وبس تفيق بصير فيكن تزوروها. طيب شكراً كتير لألكن، شكراً. إيجي يا ريت أنت تضلي جنبها، معليش؟ خلص لا تأكل هم. يعطيك العافية. يسلموا. بس بالمناسبة عرفت أنك رحت لعند عاكف وحكيت له. لأنه ما بدي إياك تغلط هيك غلطة إلكار. بنحكي بهالموضوع بعدين، أنت روح من هون فوراً. شو راح الدكتور؟ ايه لأنه عنده شغل ضروري. ايه بس ما تشكرته للزلمة. مو مشكلة، أنا تشكرته عنك. طيب بس شو بدي قلك، يعني مشان أجار إيده شلون بدنا ندفع له؟ أنا حليتها. لا ما بقبل بهالشي، أنا رح أدفع له أجاره. عم قلك حليتها عاكف. ليك إلكر كتير بتشكرك على وقفتك معي، بس هاي الشغلات تترك لي إياها إلي.
لوين؟ بدي روح اتشكره للدكتور. قال شو؟ بده يصير استشاري بالفرقة. وقال شو؟ والله بده يرجع على المهمات الخاصة. وقال شو الأفندي؟ هو هيك شغله. أمي شو عم تعملي؟ عم ضب أغراضنا. رح نروح. أنا ماني رايحة لأي محل. حاج تعملي لي حالك بتفهمي وحنونة. يلا روحي ضبي أغراضك. رايحة على غرفتي ومن هلأ ليجي بابا ما رح أطلع. رح تطلعي غصمن عنك بنتي. رح تطلعي غصمن عنك. قلت لك ماني طالعة. وإذا قدرتي تطلعي تركيني وروحي. دكتور حسن، دكتور حسن، دكتور حسن، دكتور، دكتور. شو هالحظ؟ شو رأيك نروح نشوفه؟ كنت بدك تحكي مع الدكتور مراد؟ لا لا، كنت بدي أحكي مع الدكتور حسن بس ما لحقته. مو قصدك هذا اللي ركب بالسيارة هلا؟ بلا. قالوا لك اسمه بالغلط، معناته هذا مانو دكتور حسن. عن جد؟ لكن شو اسمه؟ مراد كوزان، جراح دماغ. أنا اشتغلت بمشفى مع هذا الدكتور من قبل، شخص أكابر. قلت مراد كوزان؟ أي تليفون مسجل باسم مراد كوزان، وهذا عنوانه مثل ما مكتوب بالفاتورة. ليك، أنت متأكد من الحكي؟ ضروري أعرف. أنت متأكد إنه هذا الدكتور مراد كوزان؟ أخي أنا اشتغلت معه 6 سنين ومستحيل خربط فيه، وقبل ما يمشي سلمت عليه. أيوة 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 أيوة. خير أخي، إن شاء الله ما يكون في شيء مانو منيح. لا لا مو هيك، بالعكس تماماً. أنت حليت لي اللغز اللي براسي كله. يسلم، وأنا عن جد ممنون لك، شكراً كتير. العفو أخي. لك رجاب، حاج تعملني هيك أخي؟ والله عم تقهرني كثير بهي الطريقة. سيبو، أنت شفته كيف عم يتطلع بالبنت مو هيك؟ إيه شفته. شو فيها رجاب؟ زلمة عزابي، وإذا الزلمة أنت صافي شو فيها يعني؟ والله ما فهمت بشو غلطت لك أخي، كل اللي صار فجأة، يعني بعد ما طلعت فيني بعيونها الحلوة. ليكو على هالحكي، أنت من غير ما تسألني ومن غير ما تاخد الإذن من مرت أخوك، كيف يعني بتعشق البنت من راسك؟ طيب أخي بتخليني هلأ أنا أسألك سؤال؟ الحب بيطلب الإذن شي؟ ها؟ بيسأل شي قلي. تركوا لك رجب، هذا قلبه ابتلى، وبعد هلأ ما عاد رح تعبي عينه ولا بنت بكل الدنيا. تركوا بقى. لا مو هيك أخي. بس ليك دير بالك تفكر إنه رح خليك تحب وحدة ما بتعرفها من دون إذني، عم تفهم؟ أنا الوحيد اللي بعطيك الإذن. لك كارلوس، لا ترد على حكي ولا هاد رجب، حاجتك حكي فاضي. هذا بعد ما استشهد جميل صار حساس شوي أخي. ألف رحمة عليه. أخي سيبو، تعرف ليش هيك عم بحكي أنا؟ هلأ لو صار له شي لهاد وإذا راعى الـ54 يعني معقول يروح من دون ما نشوف عرسه؟ المهمات الخاصة لازم يشوفوا هذا عريس. عم تفهمني منيح أخي سيبو؟ كرمال الله، هدي حالك. نحن هدي حالك، هدي أخي حالك أنت. أخي عيب، ما فينا نعمل شي كارلوس. يعني شكله هذا حكي مرتك مو لك. برافو أخي، أنت هلأ حليت كل الموضوع. افتحي هالباب عم قلك، افتحي عم قلك، بدك افتحي هالبطيخ بقى افتحي. بدك تروحي معي افتحي هالباب بقى، لك عم قلك افتحي. أنا ما رح افتح الباب وماني جاية. أنا ما رح اترك بابا لحاله. رح اسألك لآخر مرة، أنت جاية معي ولا بدك تضلي مع أبوكي؟ ماني جاية. لا تجي، خليكي هون، خليكي مع أبوكي المشلول لشوف بشو رح ينفعك. بابا بيدير باله علي وأنا رح دير بالي عليه، والله رح يكون معنا نحن الاثنين، الله رح يساعدنا. ما عاد رح خاف منكن من هون ورايح، ما رح خاف أبدا. الله بيحمل صغار وما بتركن لحالهم، والله بيحب الصغار كتير. بس أنت اللي ما بتحبيني بنوب. أنت ما بتحبيني.
شو صار معك؟ حكيت مع الدكتور؟ لا، ما لحقته. بسيطة أخي، مثل ما قلت لك، أنا برجع بوصل له تشكرك إله. أنت لا تعذب حالك، رح أكتب اسمه هون ورح أتشكره شخصياً، اسمه بالكامل. شو اسم الدكتور الكامل؟ اسمه حسن. حسن؟ وكنيته؟ كنيته؟ لا تقلي نسيته، مو عأساس هذا الزلمة صاحبك؟ طبعاً أخي، شو اسمه؟ كولجاك. كولجاك؟ كولجاك، إيه ممتاز، كولجاك. لك عكف فهمنا، قلت لك أنا بحكي معه ما في مشكلة، أنت روح لعند إليف هلأ. إلكار، ضل شوي، ضل شوي وبس. وعن قريب كتير يا صاحبي الحلو، في حديث ساخن بيناتنا لازم نحكيه. رح تلاقيني ناطره على نار يا عاكف. وأنا كمان. كل شي صار بسببك انتي. كيف؟ تعال. الحمد لله صارت منيحة إليف. فيني فوت؟ إيه فوت فوت. يا نور عيوني، أنت منيحة؟ منيحة الحمد لله. النتائج طلعت منيحة ورح توقفي على رجليك وتصيري أحسن بكتير من قبل إن شاء الله. إجا يعطيها العافية، رح تضل على طول عندي. بدك ياني خبر أهلك بالضيعة؟ لا، ما تخبرهم بشي. أنت بقيان هون، لا تروح على محل. كارلوس والشباب رح يضلوا هون، أنا عندي شغلة صغيرة بخلصها وبرجع لعندك فورا. أنت منيحة هلا، ما عاد بهمني شي تاني. عاكف يا نور عيون عاكف قليلي، مشاني بلا ما تعمل مشاكل. لا تخافي ولا يهمك. أنا عملت كل شيء مطلوب مني وزيادة، ومن اليوم ورايح أنا مالي علاقة أبداً. شو يعني ما بتعرف إنه حياتك مربوطة بهالشيء؟ شو بدك تقول؟ أولاً اللي وصلك لهون هو أنا، لو ما كنت مساعدك ما كنت بحياتك بتصير دكتور ولا كنت بتقدر تضل هون. تمام، وأنا ما نكرت هالشيء، بس لهلأ بعمري ما عشت حياتي ولا انبسطت فيها أبداً. بدك كل عمرنا نصفي الحسابات الوسخة؟ الحسابات الوسخة اللي عم تحكي عنها أنا بقول عنها ناموس. والله ماني مصدق أبداً إنه أنا وإنت منحمل نفس الدم ونفس الكنية لهالدرجة. هي بيختلف التفكير لك يا أخي. لا تزودها يا مراد، ما ضل كتير. هلأ لازم تضل هيك إنت، لازم هن اتنين يوصلوا لدرجة إنهن يقتلوا بعضهم. طيب وإذا ما قبلت؟ وإذا أنا ما كملت هاللعبة؟ وقتها أنت بتكون اخترت شي تاني غير حياتك. مثل ما قلت لك، هالشغلة حياتك مرتبطة فيها. شو يعني؟ ممكن تقتلني مثلاً؟ إذا كان هالشي لازم، ليش لا؟ أنت عم تغلط هيك يا 54؟ لك يا أخي وقف شوي، رح تخليني وقع الشاي من إيدي هلأ. أنا متوتر خلقها. إنه بس بدي أفهم، أنت كيف بتتصرف من عقلك؟ لك رجب، أنا هاي أول مرة بحب بنت، مستكترة علي يعني؟ ليش مستتقلها يعني؟ يعني نحن على طول حاملين روحنا على كفنا يا أخي. يلا دق على الباب لشوف. دق. بلكي كانت أختي إليف محتاجة لشي. لك شو عم تعمل لك أخي؟ شو هذا اللي عملته؟ عم دق.
خوفتني لما ندق الباب هيك، قلت صاير في شي. شباك شباك، خليك قوي لك أخي. لا تأخذي لرجب يا أنسي، هو أخي إيده تقيلة شوي. أنا جبت شو اسمه إلك، أنا جبت إيه يعني جبت لكم شوية أكل لتسلجوه. يعني كانوا للأكل هنن واندلق منهم شوي، يعني بس منظرهم هيك. ليكي أنا بنظف الصينية بالمحارم وبصراحة صار هيك من التوتر. جبت لي إياهن إلي يعني؟ إيه لأنك ما تركتي إختنا إليف أبداً، عن جد يسلموا، نحن منتشكرك كثير. طيب يسلموا إيديك. مو مناسبة لك. اسكت شوي بالتا، اسكت شوي. هلأ لو إنه أختي إليف ما كانت هيك، نحن فرقة العمليات الخاصة كنا أجينا وبقينا جنب راسها، بس لأنه هي بنت بيختلف الوضع شوي. بتتعودي عليه بعدين، أنا أخذ مني سنين لأتعود، بس تعودت. هلأ نحن بلا ما نزعج حضرتك، يعني بلا ما نفوت لجوا، وبدي قلك إذا أختي إليف احتاجت لأي شيء شو بتعملي؟ وينون؟ وينو؟ هذا رقم تليفوني، اتصلي فوراً، يعني نحن رح نكون ناطرين بالمشفى تحت، دغري بيجي لعندك. هو قصده أنه أنت اتصلي وهو بيجي رقد لعندك. شو؟ مو هيك يعني؟ أنا غلطان شي؟ ما كان ناقص غير تطبع كروت لحالك. بسيطة، أكيد رح تتعودي. أنت بينادوا لحضرتك اسم غريب شوي، ما فهمته منيح، يعني شو اسمك؟ 54. عفواً؟ 54 سكاريا. معك حق، بصراحة الشباب بالفرقة بعيطولي كارلوس. هذا اللي سمعتيه حضرتك ما؟ إيه هذا هو، وأنا شو فيني ناديلك؟ شو يعني تندهي له كارلوس؟ أنت بشو بتفرقي عنا؟ أنا ماشي يا أخي، ليك أنا بطني بلش يوجعني. تحرك قدامي كارلوس. أماني ما تواخذي يا أنسي، أماني. لك شو صار لك أنت؟ تركني بحالي. امشي. شو بك؟ أما كل شي تمام مو هيك؟ في أي مشاكل؟ لا أنا مدبرة كل الأمور. حسيت الأستاذ متوتر، قلت يعني بلكي بقدر ساعده مشان ما يتأخر. لا يسلم، بس بوراتنا أخذت شوية وقت، ويعني لما بتصير هيك مشاكل أعصاب الواحد بتتعب طبعا، بس حضرة الخانم عم تساعدني مشكورة. تمام، حبيت أسأل بس. شكرا لك. مع السلامة. أنا بعرف إيلكر، بس هذا زياد لسه ما بعرفه. وحابب كتير أعرف مين بيكون. خلص بدي أرجع على بيتي. والله العظيم يا ابني ما بينعاش بهذا الأهل. لك يا أمي شو في هنيك؟ رح يطعمونا يعني؟ لك يا ابني رح نموت من الجوع، ما حدا حاسس فينا. أنا بدي أرجع. بدل ما تروح وتضيع وقتك وتعطي دورات بهالقصص، لاقي شغل لهدول الناس، شغل، ما هيك؟ ايه مزبوط.
شو فايدة المهنة إذا ما اشتغلوا؟ بس طبعاً هالحكي دعاية. المكان يلي رح يفتتحوا فيه البناء رح يقوم باعتراض ضد الحزب تبعنا ورح يغسلوا عقول الناس ضدنا، وفوق كل هاد رح يقوموا بفعاليات دينية كمان. هون مكتب الهجرة والجوازات التابع لمديرية الأمن، ما له شركة سياحية؟ يعني حضرتك على أي أساس بتجيبي لهم فيزا؟ أنا كنت والله الأنسة حاولت تساعدنا، وهذا الزلمة يلي قدامك عيلته هاجروا من زمان ومشان يروح لعندهم حاولنا نساعده. ولك لوين يا كلب؟ لوين؟ قدامي، تحرك، عود هون لشوف، عود لشو عم تخططوا لك؟ احكي شو خطتكم لشوف، احكي.